فاكرين فندي دار نخلوخ يا اري اري يعني ايه نخلوخ؟ من قبل ما تيجوا كنت عايش في السجن ده لوحدي. صباح الخير يا حيطه، تعالى كل بلاط. يوم ما تيجوا تفتشون انا تفتشوا نخلوخ. يا نهار ليل. انا عايز اعرف من حرف مين اللي لهس السيجاره من عند بيتي. انا مش هكلمه، انا بس هاخد وش منه ليه اعرف ايه دخلياتي. شممني بقك انا ريحه ايه دي؟ غرق البتر يا ريس. باين عليها. وانت اهو تعال شممني بقك. السيجاره دي لابرور. ابوس ايدك، كنت خرمان يا ريس. احنا هنقضيها سندن دندن ورك ورك. ما بحبش الاستعطافات. مين راضع معاك من السيجاره؟ العنبر كله يا ريس. العنبر كله؟ يبقى العنبر ولع. السجن في تطور طبيعي حسب لوائح منظمة حقوق الإنسان. نسبة الزيادة في الإنتاج 90% وفي طريقها للزيادة. وأحب أطمنكم بقى على الآخر، نسبة الهروب معدومة تماما. It's very very nice meeting you. Thank you very much. Welcome. Thank you, thank you. Welcome. Welcome, sir. Welcome, sir. Welcome, yes, sir. Nice to meet you. Fine, nice to meet you. Fine. Help! 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 Go! 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 يلا يا دول نخلو ونجا من الزن. يلا يا جدع، يلا يا نهار اسود. نخلو يا جدع. سمعت الصوت حد يعني؟ انت مين يا قط؟ دبشه يا كبير، دبشه دراعك اليمين. ومين عمل في عينيك كده يا دراعي؟ مالها عينيا يا ريس؟ انت احول يا قط. احول؟ انت فاجئتني بالموضوع ده. يا ريس ده انا اتمرمطت من يوم ما سبتني ورحت السجن. مين اللي حول دراع اليمين يا حاره؟ الحاره كلها يا كبير. كانوا مفكرينك مش راجع تاني. كلاب، انا اعرف بيهم واحد واحد. مفيش بهدله بعد النهارده يا حاره، ولا في مسحه زلاله. خلاص يا ياض، ما انا قلت لهم بنت تاني فوق. فوق يا كبير، ولو مش فوق تبقى فوق. انت بتوطي صوتك ليه يا ياض؟ احنا بنخاف من حد؟ انا طالع لتهاني عشيقتي، يعني انا وهي وسلسنا الشيطان. اللي عايز يبلغ البوليس نمرته 122. نمره البوليس 122. ما تفكرش على النمره قوي يا ياض لحد يحفظها. خد خلي السنجه دي معاك، لو حصل اي حاجه صفر لي على طول. هات طوبه. دبشه يا كبير. لا ماضيت اهلك دي هي اللي حولتك. بقول لك وحشني يا راجل. وانت كمان، انا بحبك يا بنت. اخص عليك يا نوخه.
بتضربني؟ بضربك. بقالي 5 سنين ما ضربتش حرمة. ضرب الحريم ليه طعم تاني برضك. صوتي على الله يكون حد سمع صويتك واتضايق. بضربها. في حد متضايق؟ يا بنت زعلت ولا ايه؟ ما تزعليش لقتلك. اكل الحبيب زي اكل الزبيب. بس بقى يا نوكا. يا بنت اطفي النور. الكل الرمة مش هيبطل يبتزني. ده بيستغل الشبه اللي بينا وبيلعب باسمي في السوق. قول هذا غلط يا فندم، ان في شيكات كتير جدا بتروح البنك على امضاء مش بامضاء سعادتك. حتى الهدوم اللي انا بلبسها بيروح بيشتري زيها وبيبعت الفواتير على عنواني. ثم البنت الجير فريند بتاعتي افتكرته انا. مخلوق وصل يا باشا. هتقول بسرعه. انا هخلي ترمواي يندم على اليوم اللي بص في المرايه واكتشف الشبه اللي بينه وبينه. عمنا باشا. ألف حمد لله على السلامة يا نخنوخ. أخيرا خرجت من السجن. لا باشا أنا ما خرجتش، أنا هربت من السجن. ولو عايز تبلغ بلغ البوليس نمرته 122. أبلغ إيه؟ أنا ما صدقت إنك خرجت. أقعد. كلام على إيه يا باشا؟ أكل. طب عايزه مع سبق إصرار وترسب ولا ضرب تفضل موت ولا صعقة المقهرباء ولا السلاسة مجتمعين؟ المهم إنه يموت ويروح في 60 داهية. يا باشا بس الدم غالي. 500,000. اخضر احمر ازرق. انا معاك في كل الالوان. هم 500,000 جنيه مصري والعربون اهو شيك باربعين جنيه. يبقى انا كده فاضل لي 499,960 جنيه. كلام على مين يا باشا؟ ترماي. ايه عباس ترماي؟ انت غفلتنا يا باشا. انا عمري ما شفته بس هسمع يعني انه منطقه. ده عايز له خريطه عشان تقتل. ايه خايف يا بطل؟ انا ما بخافش غير من اللي خلقني. 2-3 كده يعني منهم ترماي. بس اذا كان هو ترماي انا نخنوخ. دي خريطة نخنوخ. لا تقول لي بقى خريطة العالم ولا خريطة الوطن العربي. الطريق ده والطريق ده والطريق ده أنا اللي راسمهم. ده الكباريه. حلو؟ عايزك تركز معايا. الخطة كالتاتي. أنا وأنت والبت تهاني هندخل الكباريه اللي فيه المطوة ده كبزاين عاديين خالص. البت تهاني هتلاغي الترماي. أنت تطلع المخدر وتحطه له في كوباية الخمرة. ماشي يا ريس. طب وأنت؟ اصطبر أنا لسه دوري بعدين. بعد كده هيتخدر هتشيله على كتفك بإيد واحدة وتطلع بيجي أكنه سكران. هترميه على الكنبة الورانية بتاعت العربية. حصل يا ريس. طب وانت؟ استبر أنا لسه دوري بعدين. جي يعمل قلق يعمل أي حركة تقوم انت كاتم نفسه على طول. فلفص يمين فلفص شمال تفضل كاتم نفسه على طول. ماشي يا ريس. طب وانت؟ اصبر أنا لسه دوري بعدين. وبعد كده تقوم مطلع المطوة من الكباريه وتقوم غزفك. غزناها يا ريس. طب وانت؟ انت سبتلي حاجة اعملها يا خبي. بس النقطة دي تحية ليكم مني. انا شامخ ابو الفدا. ربنا يخليني ليكم. يا عمنا دلوقتي هو انت اللي بتنقط ولا انت بترد عليا؟ ده اللي بيقلدك. يا عمنا خلاص عرفنا ان ده المتشبهاتي. ما تخليش اقوم اقتلهولك قدام الناس. ماشي عمنا ماشي. أنا
تهاني بتلاقي الراجل ده بتقرطصك يا كبير. انا عارف سويس يا غبي، دي الخطه يا غبي. يمشي لغي جامد بعنف يا بنت. ما تقلقش يا نوخه، حنورتهولك من غير. النقطة دي والنقطة اللي قبلها مصيرهم ايه؟ عايز اعرف راحوا فين. النقطة دي بيتي اولى بيها ورقصني برضه. شامخ ابو الفدا واسم الحركه ترمواي. ما شفتكش قبل كده؟ تهيألي تقابلنا في شرم الشيخ. ساقعه عليا. يبقى في مارينا. حر قوي. طب في الغردقه؟ اغرب يا روح قلبي، ده احنا هنتقابل كتير قوي. يبقى نشرب كاس في صحتك. صحتك. ودوقي اللي معاكي وهستناكي بره. استنى يا جامد. ايه سكران واخدينه رجع. ايه ولا المطوة ولا فوز ولا ده الخطة. نسيت المطوة يا ريس. رايح اتصرف يا بتصرف. سيبوا ريس. سيبوا نشن عليا. انا نشن عليا. ده انا ايدي تتقطع ولا نشن عليك يا ريس. اقتلني يا غبي. اقتلني. انت ادرى بقى. خيتك يا ترمواي على ايد واحد احول. سامحني يا كبير، سامحني يا كبير، قتلتك بايديا. ولا دبشة. مين؟ مين ايه؟ انا يا غبي. يا ريس انا يا غبي، انا غلطان. ايه مالك؟ واحد وقتلناه، عايز تبلغ بلغ. البوليس نمرته 122. واحنا قاعدين هنا شوي ولا قتلك يا ولد المجانين. يا ولد المجانين بتقول ايه؟ قتلته؟ طيب يا نخنخ هكلمك بعدين، مع السلامة. الواد نخنوخ بيكذب عليا ولا ايه؟ هو المعروف عنه انه ملوش امان سعادتك. طب هنتأكد منين انه فعلا قتله؟ اما ترمواي يختفي وما يبقالوش اثر. لسه هستنى ترمواي لما يختفي. اسمع لما اقولك، الواد نخنوخ ده مش هياخد ولا مليم قبل ما يجيب لي راس ترمواي واشوفها بعينيا. ايه؟ اجيب لك راسه؟ رأسه يا باشا، انت مش مصدق ان انا قتلته؟ طب يا باشا اصوره لك بالكاميرا بتاعت الموبايل وابعته لك بالبروتورز. ماشي يا باشا، راسه راسه. حاضر. طب يا باشا ما ينفعش صباعه. حاضر يا باشا، ما تنرفز هجيب لك راسه. يعني قتلت الراجل ومش قادر تقطع راسه؟ انا اقتل لكن اقطع راس ليه؟ انا مجرم؟ مجرم؟ بعيد الشر عنك، مين اللي يقدر يقول كده؟ ده انت ارق راجل عرفته في حياتي. يا حبيبتي. ايه يا ولد؟ يا بنت مالك؟ ايه ده الراجل بتاعي، يعني دراعي اليمين. دراعي اليمين بيبوظ دراعك اليمين. مالك؟ خرب بيتكم، نسيتوني اكل عيشنا. وبعدين هنعمل ايه في الراجل اللي عايز الراس ده؟ ولا دبشه، انت عمرك ذبحت انسان في حياتك؟ عمري يا كبير. يبقى فرصتك جات لك يا ابن المحظوظه. دبشه. نعم ريس. انا دبشه. عمري كبير. الشنطه جاهزه؟ انا شنطه مين يا ريس؟ يا غبي شنطه الراس. اهم حاجه تركز معايا، الخطه كالتالي:
انت هتاخد الشنطه وتسبق على الاتوبيس المكيف، اول ما توصل تداري الشنطه مع العفش وتحجز لنا تذكرتين. التذكره بتاعتي قدامه والتذكره بتاعتك مرمي ورا خالص. سمعه جنبك يا ريس. يا خبي افرض حد قاطرنا، انت لو اتقبض عليك مش اشكال، انا لو اتقبض عليا انا ثروه قوميه يا ابني. فهمت الخطه؟ فهمت يا ريس. اوعى تبوظ حاجه. ما تقلقش يا ريس. يلا بينا. يلا. الشنطه. شنطه ايه يا ريس؟ الشنطه يا بعد اذنك يا باشا هسألك سؤال. اتفضل اسأل. التلخفينه اللي احنا فيها ديت، انت راكب السوبر نت ده ورايح على فين؟ ما تخليك في حالك وما تتدخلش في اللي مالكش فيه. انا رايح الكليه، اروح ازاي بقى؟ دي طريقتي، طريقه ظباط. كليه؟ امال ايه؟ طمنتني. لا طمن قلبك باشا. ايه؟ اتك على الصبر شويه. وانت يا سفينه خلي بالك من ابويا. في العندي قبل العندي. ربنا يستر على ابويا. يوسف انا كنت متاكده انك كنت بتضحك عليا. وايه البصه دي؟ هو انا عريان ولا ايه؟ هضحك عليك ليه يعني؟ لا 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 يا باشا، الشغل الخطأ ده ما بحبوش. استاذن انا بقى، ملاسي عليكم. الصياعه ادب والشقاوه صمت. لا اله الا الله محمد رسول الله. الملاسي عليكم. سلام يا واد. سلام يا باشا. انا كنت متاكده اني ما انفعكش يا حضره الضابط. يا انجي فهميني بقى. انجي يا بنت بهزر معاكي، ما انا عارف انك حبيبه. هو انا لو كنت عايز اهرب منك كنت كلمتك في التليفون وقلت لك تعالى شوفك قبل ما اسافر؟ يا حبيبه انا هربان من فضيحه. طب غلطت مع انجي؟ انا ما شفتش غباء في حياتي بالمنظر ده. امشي انت دلوقتي يا حبيبه، وانا اول ما اوصل هناك هكلمك في التليفون اشرح لك كل حاجه بالتفصيل. ايه يا عرب تيجي في الثلاجه؟ يا باشا كلاتلي كلاتلي. لا اله الا الله. سيدنا محمد رسول الله. هو نجح في الكليه ولا ما نجحش؟ انت لخفينا دي. صباح الخير يا باشا. اهلا يا ابني. صباح النور. لا ما شاء الله الشرطه يعني مقاساتها اتغيرت خالص. كوميدي وكده ولا ايه؟ ده كوميدي فعلا. باشا 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 سوري سوري سوري. عادي يا باشا، الشعب خير من الشرطه يعني. تشربوا شاي؟ انا عايز شاي من فضلك. خليهم اتنين والحساب عندي يا حاج. من فضلك من فضلك، انا هحاسب على حاجتي. يا باشا انت جاي عليا يعني. صح. أسألك سؤال بايخ يا باشا، وأنت رايح فين؟ برافو عليكم، فعلاً سؤال بايخ. أصل أنت يعني لابس كلية الشرطة والأتوبيس ده ما بيروحش الكلية. ما أنا عارف، وما تسألنيش رايح فين، وبص قدامك بقطفك دي. حاضر يا باشا. حاسبيه على الشاي. هات. هات إيه؟ الشنطة يا غبي. خليك هنا. ما اجي معاك ريس. اجي معايا. واحنا رايحين نزهه. خليك هنا، مش لازم حد يعرف ان انت معايا. خليه يدخل بسرعه. باشا عمنا بنت عمنا. يا سلام يا باشا، سبحان الله الخالق الناطق المرحوم. طمني كله تمام يا بطل؟ عيب يا باشا، ده انا نخنوخ. وفلوسك اهي يا بطل. وراس الترماية اهي يا باشا. المؤاخذة دي رجله. راس الترماية اهي. دي ريته. ايه ده؟ من راس الترماية فين؟ يا نهار اسود، راس الترماية فين؟ لا مش نخنوخ اللي يتسرق. اخلص! يلا! الكلام ده ما يكونش معايا انا. انت عارف ايه؟ ها؟ فاهم؟ فاهم يا باشا. يا باشا الشرطة اتلخبطت والله، ما عملت خنجان عامل نفسه كلية الشرطة. ولا مفيش حد يقدر يضحك على شام البيت. يا باشا قتلته والله، قتلته بإيد دبشة. درك يومين لو ما جبتش راسة الماي انت عارف هيحصل لك ايه؟ ارموه برا. والله يا باشا قتلته. مش نخنوخ اللي يتمسك كده، مش نخنوخ اللي بيتعمل فيه كده، مش نخنوخ. ايه يا كبير؟ في حد كلمك؟ انا حد يقدر يكلمني؟ انا نخنوخ بس احلقت. هات الشنطه. واجب يا كبير. ايه
السلام عليكم. هلو ويلكم. بدأت غباوة. عايز أكلم يوسف صابر. مين حضرتك؟ مين حضرتك؟ ده المعلم نخنوخ. يا غبي ما تزيحش. نخنوخ قتل قتلها. Are you guest or visitor here? If you are a visitor, I should call him. قتل قتلها. أيوة جينا. واحد عاوزه؟ قالك صاحب يوسف؟ أنا ماليش أصحاب، ما حدش يعرف إن أنا هنا. حضرتك اسمك إيه؟ واحد صاحبه من الحتة وجاي يعمل له ذهول في المفاجأة. صاحبه من الحتة؟ رحت في داهية. بصي قولي له هو جاي أجازة يوم واحد ونزل مصر تاني. يوسف نزل مصر، أي حد يسأل عليه قولي مش موجود. هو نازل مصر يا فندم. نزل؟ متأكدة؟ شفتيه وهو بيسيب الفندق؟ رد يا بنت. تخوفهاش. أنا مالش كوت بنفسي، هو نازل مصر يا فندم. نازل مصر؟ ماشي يا مصر. ماشي. أنت مين؟ أنا نخنوخ. نخنوخ مين؟ قتل قتلة. أنت جاي تهزر، هي ناقصة غور غور. وزقنا انا ولا زقك انت؟ زقك انت يا ريس. انا هرجع الصور. انت ما بتهزرش ده. دخلت لي اسم شرطه يا غبي. اسم شرطه ده ايه؟ ده بيتي. انتوا مين؟ كلمة كمان والرصاصة هتتفسح في الفوق. الواد ده ابنك؟ انا واد. ده اللي اتفرتك ده ابني. ولا دمشة؟ نعم يا ريس. خش اعمل لنا انا وانت كوبايتين شاي. استنى تشرب حاجة؟ شاي. اعمل لنا انا وانت كوبايتين. يا فرد دمشة تفرول. دمشة. خليك معايا. طيب. الواد يوسف ابنك. فين؟ مش بقول لك ابنك فين؟ ابني في كلية الشرطة. ده لو موجود ما كنتش تقدر تدخل الحارة من أصله. هو شايف فين؟ عندك في العلبة الزرقاء اللي في وشك. الواد مش في كلية الشرطة. ابنك بيضحك عليك يا حاج. أنا ابني مش كذاب. في ضابط بيكذب. هو الصوت فين؟ عندك في العلبة الخضراء اللي في قفاك. لو ما قلتش ابنك فين؟ تبقى بتدمر نفسك وبتدمر دبشك. انا ابني طالب في كليه الشرطه ولو كان موجود كان زمانه حبسك. انت بتزعق لي هذا حد؟ بتزعق لي؟ لا بتزعق لي. هو البراد فين؟ عندك على الرف البنفسجي فوق راسك. بقول لك ايه؟ البنت دي مين؟ دي ورقه بيضا. دي واحده كده خطيبته، يعني زي ما بتقول بيحبوا بعض. تعرف عنوانها؟ لا بس عارف تليفون. حلو. هو المطبخ فين؟ لو ما قلتوش الواد يوسف فين هجيب لكم ابهاتهم يقطعوكم. لا جرايه يا بنت جرايه. ده حاج احنا مش ناويين تعترفوا. قلت لك ما اعرفش. ما تسال عليه في الكليه وتريحنا. سالت في الكليه قالوا لي ما فيش اسم كده. اخلص. انا ابني مقاعد في الكليه طالب برتبه عريف. بجد يا عمي؟ طبعا. ده قرب يتخرج كمان. يعني مش ناويين تعترفوا. انا قلت اللي عندي. حلو قوي. دبشة جاهز يا ريس. ثبت راسي. في ايه؟ ثبت راسي. في ايه؟ نشن يالا. انشن على مين يا ريس؟ نشن على البرتقانه اللي على دماغها انا يالا. انت ادرى يا كريم يا رب. لا حرام. كفاية عصر برتقال في عينيا بقت سكري. خلاص في ايه؟ هعمل بيبي برتقال. طب بسرعة قصدي بسرعة.
ركز معايا. أنا معاك أهو. ها؟ نعم. ركز معايا. أنا معاك أهو، معاك. الشنطة دي بتاعت ابنك. أيوة. ودي هدوم ابنك؟ أيوه أيوه، ابني ابني. حلو، يا رب تفهم. شنطة ابنك دي أنا خدتها وهو خد شنطتي. اخرس يا كلب، أنا ابني مش حرامي. أيوه مش حرامي، ده ضابط عند الدنيا. اخرسي. ماتت؟ اخرس. طيب حاضر. الشنطة اللي مع ابنك فيها راس تمنها نص مليون جنيه. ليه يا اخويا؟ راس تطعنخ آمون؟ انت بتتاجر في الاثار يا راجل انت؟ راس بني ادم انا اللي قتله بايدي. لو ابنك اتمسك بيها هيروح في 60 داهيه. لا لا، ابوس ايدك ابوس ايدك، اتصرف يا عم اتصرف. طيب طيب، بس ما تهزنيش. اسمع يا نخلوخ انت، انا مستعد اجيب لك الشنطه مرازي وتديني حلاوتي. ماشي الديل، بس عارف لو لعبت بديلك ايه اللي هيحصل لك. ديلي؟ هو انا بقى فيا ديل؟ فكني فكني، خليني استحم واعرف اتكتك. دبشة. نعم يا ريس. عايز عينيك ما تنزلش، بلاش عينيك. عايزك تراقب صابر، عارف صابر؟ لا يا ريس. مش مهم، المهم هو ما يشوفكش وانت بتراقبه. وجب يا ريس نخنوخ. يلا اتكل على الله. يوسف، يوسف، اعمل ايه في اللي انا فيه ده يا ناس؟ سقطت في الكلية وقلت عادي، كدبت على الناس كلها وقلت تعدي، لكن اتبلي براس بني آدم. راس راس يا ناس. خضتني؟ خضتني؟ انت اللي خضتني، جايب لي جسمي يا سفينه. هو انا ناقص؟ انا حليل المشكله، سرقته من المخزن، رميت الدماغ بتاعته وهنحط الدماغ بتاعتنا دي هنا ورجعه زي ما كان، ولا متشاف ولا منتري. طب الله العظيم انت بتفهم يا دي سفينه. تلميذك يا باشا. طب يلا يلا ننفذ الخطه. يلا يلا يا باشا. الرحيم، الراس راحت فين؟ كويس ان هي غارت. انت زعلان ليه؟ الراس فين يا ده سفينه؟ والله العظيم ما خدت حاجه. الراس تطلع دلوقتي لو اديك في داهيه. والله ما خدت حاجه يا باشا. اوعى البتاعه دي من سكتي. ايه يا باشا مالك؟ اقسم بالله الراس دي لو ما ظهرت دلوقتي لا اقطع راسك واحطها مكانها. انت هتخوني في راس يا باشا. انا هخونك في صباع يا معفن. الراس تطلع. الراس تطلع دلوقتي. والله العظيم ما خدت. طب اهو كله تمام يا خنوخ. لا الفلوس الاول حلو. انت فين امال؟ مالكش دعوه انا فين، فلوسك في الحفظ وفي السول. بقول لك ايه، سلام دلوقتي، اصل داخل على لجنه. وقف يا حليت، هقف. بتتكلم في الموبايل وانت سايق؟ ما فيهاش حاجه يا باشا، ما كل الناس بتتكلم. وكمان بتبجح؟ انزل من العربيه. حاضر يا باشا. يا باشا انا ما اقصدش ابجح ولا حاجه. خش اتفضل اتفضل اتفضل. حاضر. فتشوا العربيه. فتشوا العربيه ليه يا باشا؟ العربيه ما فيهاش حاجه. فتشوا العربيه. افتح افتح.
اخلص. اطلع اطلع. دينا شنطة دي في العربية، افتحها. ايه ده؟ راس مين دي؟ عم صبري اتمسك بالشنطة. ما خرب بيتك عم صبري. وبعدين يا ريس، عم صبري اتمسك بالشنطة. ضيعنا الحيوان. والبت دي هنعمل فيها يا ريس بعد ما عم صبري اتمسك بالشنطة؟ ولا مالي، ما عم صبري هو اللي اتمسك بالشنطة. خلاص يا بت، البت دي هتشرف معانا لغاية ما نشوف حل في المصيبة دي. مصيبة ايه يا ريس؟ بتاعت عم صبري اتمسك بالشنطة. يا باشا الشنطة دي مش بتاعتي، مش بتاعتي. احلف لك بيا عشان تسكت. الكلام ده بقوله في الاسم. زمالك هو حسام حسن. ابراهيم حسن. تصعيدة عالية. وائل جمعة يقطعها على طول. لابراهيم سعيد اللي عامل مباراة. يا نهار احوس، ده احنا خاطفين واحدة. هو حسام غالي في وسط الأرض. جعانة. جعانة قوي. انتوا يا عصابة. انتوا يا منحرفين. انتوا يا اللي خاطفيني. هي الناس اللي هنا ما بتهتمش بالمخطوفين ليه؟ مالك يا بت؟ عاملة دوشة ليه؟ أنا مش فضيلك، أنا قاعد بتفرج على ماتش كرة هيجنني، كل فرقة نازلة ب 22 لعيب وكورتين. يعني بتتفرج على الماتشيات دي كلها وسايبني لوحدي؟ أنا بخاف. تخافي من إيه؟ ما أنت مخطوفة. أنا جعانة أوي. وأنا والله هموت من الجوع، بس مفيش أكل هنا، حاجة تقرف. طب ما تطلب لنا أكل يا سمكية. دبش. اطلب لنا أكل عشان خاطر. بس إزاي يعني؟ ديليفري. لا معرفش حد بالاسم ده هنا. ده واحد صاحبنا انت ما تعرفوش، فاتح محل سمك وبيعمل ملوخيه كده. اطلب لنا اكل والحساب عندي. ماشي، بس ما تقوليش لحد. ها عيب. قولي الرقم. 010-355-138. ما ترد. نمره غريبه مش رد. يا ترى انت فين يا حبيبة؟ يا ترى انت فين يا حبيبة؟ ما ترد، يمكن نمرة مهمة. ايوه. ايه؟ سمك؟ بطلوا السفالة وقلة أدب بقى على المسك. هقول له حبيبة اللي بتاكل عندك كل سنة، وتعالى بسرعة أحسن هتموت من الجوع. بتقول لك حبيبة زبونة عندك. ايوه يا عم هي حبيبة. هادي له العنوان بسرعة. بت، أنا شكيت فيك يا بت، ما تعملهمش عليا. ليه بس كده؟ ليه بس؟ اديله العنوان يجي هو. ما تدفعيش الحساب. لا هدفع هدفع. قولي له انت بنفسك يا ناصحه، حبيبه معاك ايه؟ تعالى بسرعه احسن هموت من الجوع. ما تخافيش يا حبيبه، ما تخافيش، انا هتصرف. سفينه ورقه وقلم واكتب اللي هقول لك عليه بسرعه. ورقه وقلم. حاضر ماشي. اقول قول. اكتب. 2 كيلو جمبري. جمبري ايه؟ اكتب. ماشي ماشي. اه جمبري. وكيلو صبيت. صبيت. وبابا غنون. غنون. غنون ايه يابا؟ اكتب. ماشي. حاضر يا حبيبتي حاضر. طب بقول لك ايه، اديني الراجل اللي معاك ده عشان اخد منه العنوان. ايه يا باشا؟ بس يا معلم، هي دي الفيلا. تعال ورايا. ريحه ايه دي؟ سمك. ايوه انا خنطت من على السور ده. وانا اعمل ايه بالسمك ده؟ انت هتخبط على الباب. اه. اللي هيفتح لك اديله السمك وحاسبه. اه. واقعد ارغي في الحوار، ما تاثرش بسرعه. ماشي. ولو حسيت باي قلق اديني رن على الموبايل. اقول لك ايه؟ انت هتعرف تنط السور ده؟ طبعا. لا اله الا الله محمد رسول الله. النهارده الخميس، يعني عيد ميلاد ابليس. دبشة حيوان، ساب التلفزيون مولع، كابس سالك كهرباء.
اما اشوفه بس هشرب من دمه. انا بحب دمه ما تبش قوي. هو كان بيت ابونا قصدي ومين ومين؟ انت خربت يا بنت. تليفونك كام دلوقتي؟ ده لو رنه كنت ذبحته. ضحكتيني يا بنت وانا متضايق. اطلبك تاني. الاهلي بيتنقل الكره في سهوله ويسر وثقه والنتيجه طبعا من الصوت ده جاي من التلفزيون. وجاي حد بيغني المذيع. قفشه تانيه حلوه برضك يا بنت. يا زعيم مصر زعيم مصر. وابراهيم سعيد كارت احمر مفيش طبعا مناقشه مع الحكم. يمكن ايه الظلم ده؟ الله وانا كل ماتش اطرد عملت ايه انا يعني عشان اطرد؟ ما تطلع قاعد وانت ساكت. ده لعيب رخم قوي. ماشي الواد ده غريب. مره يزمخ شعره مره يتخن نفسه. واد عجيب. ايه ده يا باشا؟ قلعوك ليه كده؟ يا غبي انا قلعت بمزاجي. المهم انت كويس؟ بقولك ايه؟ بتضحك بنار والدنيا هنا. وبقولك ايه؟ ما تيجي نبلغ البوليس. بوليس ايه يا غبي اللي عايزنا نبلغه؟ ده هي دي اللحظه اللي انا بستناها. يلا بينا يلا بينا. اسعدت الباشا ما تقلقش محدش يقدر يقبض عليك ولا بلغ عنك. البنت معايا. هاتها وهات كل اللي معاك. تعالوا لي على اليخت. امرك اوامر. دبشه. ألا دبشة؟ نعم يا ريس. ألا جهز لنا ألا العربية وجهز لنا البيت وشوف لنا أي حاجة نشربها عشان نفوق. ماشي يا ريس. هجيب لكم إزازتين بيرة مشبرين. صح. يلا يلا. إيه مش هتطفي التلفزيون ده الأول؟ صح برضه. يلا أدي أنت وهو وهو على ما نوصل هنبقى الصوم. يلا بالراحة. طيب اوعى يا عم خفيف. اهلا اهلا بالحبايب. نورتونا يا باشا. المعاملة التحتانية ده يا باشا. لا الفوقانية هتبقى احسن يا نخنخ. على مؤاخذة يا باشا انا عايز فلوسي 499,960 جنيه. انت عبيط يالا. الشنطة مع البوليس يعني كده هتودينا كلنا في داهية. مش نخلوخة باشا اللي تغدر بيه عدم المؤاخذة. حبيبة موتوا حبيبة. ايه افرج جبت صباعي. لو تاخرت 10 دقايق هبلغ البوليس. على فكرة انت اللي معطلني. اوعى. ربنا معاك يا باشا. فلوسي. اوعى يلا. ما انا قلت لك يا باشا بتعرف تعوم وقلت لي انت عبيط. العويك يا جدعان. العويك العويك العويك. مش نخلوخ. يا اللحمة ببلاش. بتاعتي انا قلت لك الترمان 40 جنيه. ده تذكرة الترمان 60 جنيه. تعمل ايه يا نالا؟ لا مفيش. انا كنت معدي بس سمعت دوشه عندكم قلت اشوف في حاجه ولا ايه. يلا نمشي من هنا. حاضر حاضر. انا جاي يا كبير. انا جاي يا كبير. اضرب يا كبير. ما تقوليش يا كبير. ما تقوليش. انا صغير. ماشي يا صغير. انا صغير. يا ترى ايه اللي حصل؟ ما كنتش اتعلم العمر وعاش.
ده ايه المكان اللي كل الناس بتقع فيه ده؟ اهرب ولا اجري ولا تعالى. حبيبة ازيك يا حبيبي؟ وحشتني. انت كمان وحشتني قوي. ايه ده؟ انت مبلول كده ليه؟ مش قلت لك كل اللي بينا شويه ميه؟ في حد بيطير بني ادمين هنا على فكره. ما وقعتنيش. دي وقعتني. فين؟ ولا أخيراً وقعت في إيدي يا فخفوخ. أنا اسمي نخنوخ، وخليك فاكر الاسم ده كويس أوي. المهم تبقى فاكره أنت. أهلاً يا كبير. إيه اللي رماك هنا؟ أهلاً، أنت مش عارف إنهم هيرموني هنا. معلش يا كبير، معلش. أنا حبيبة يا مركب دي بلاش كبير ولا إيه؟ يلا بسرعه انت وهو، لمهم على المركب الصغير. يلا يلا اكيد بيتك. خش يا مان. وقف يا تو، وقف يا لسه يا ابن الناس. وقف انت اللي حاجه. وقف يا لسه يا ابن الناس. انتوا اللي اخرتوا. انتوا اللي اخرتوا. حاضر يا عم، دي مواعيد دي خلاص. اطلع يا ابو.